السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو انتم طلبتوه مني اني صوره العب جيم وانا مصور هاند كام، فصورت لكم جيم هاند كام وان شاء الله يعجبكم الجيم وان شاء الله يكون الراحه الشكل اللي بقلوبكم. الكثير منكم كتبوا لي بالتعليقات صورنا هاند كام بدنا نشوف اذا انت هكر ولا لا. فصورت لكم جيم هاند كام وبتمنى انه يعجبك الجيم، واذا حابين اي شيء ثاني كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات اصور لكم اياه. واذا وصل هذا الفيديو 3000 مشاهدة راح نزلكم جيم تبع الاعدادات. كثير منكم عم يطلبوا مني جيم الاعدادات وانا عم نزل الجيمات على طلبكم، انتم عم تطلبوا وانا عم بصور لكم. فاذا وصل هذا الفيديو 3000 مشاهدة راح نزلكم بكره جيم الاعدادات، وفي جيم ثاني طاوة بيني وبين كابوس وسنايبر ان شاء الله راح نزلكم اياه وان شاء الله يعجبكم. وهلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. لما تشوف الواحد ناجح بتحكوا عنه هكر، طيب ليش؟ لاني عليكم خطر، راح بلغ علي لما وقعت وانت في الهيك سوى ريبورت مني انقهر. اسلوبي احترافي عادي ما تستوعبه، ماني بهكر لكن معكم العبا مع المعاقب يلي يسحل يحرق يقتل ويبكي الخصم من الجرينيد يضربه. اتهمتوني بالهكر تحاشوا غضبي لما احقد والعب احسن من الهكات لما مخلي الخصوم بس فيني. شو بتتوقع من لاعب بيتعاطى هيدشوتات؟ تحسب نفسك لاعب ولك انت بوت لتصير محترف؟ اسوي لك كورس عندي، شوف اول سيرتش عند باليوتيوب كيف العب مثل قهرمان الكردي. بعد هالكلام القاسي مو سمع لهم اصوات، كلامي كان عليهم قاتلك الصوت لك اصلا عادي كلهم نوبات، واني متاكد ما يبلغ الا المضبوط. مطلع بس اثنين عايدك يسار. ما قلت لك ما راح يجي لهم، راح يروح عميلتا باور. طب ليش؟ خليه ينزلهم وينزلوا. واحد من ورا شوي انتبهوا. اي واحد من ورا الدوليب. هو هذا. راح لعند صاحبه هذاك نوقته. هذا يجي يشيلني ويتبرع الشباب. هذيك جاي اشيلك. ان شاء الله انا. لا واحد على اليمين يسار، قهرمان يسار. لا هدول كيلات، يلا هدول كيلات يلا. عم تشيله ولا سنايبر؟ اي عم تشيله يا وطي. ليش تسرق كلي؟ ليش شي قطعة سلاح يا شباب بعد ذلك شيلو. لك ما موتني، شو لك دمي؟ يلا شيله 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 يلا. مو مشان والله لك عادي عادي شيله بس موتني. والله انطيني ستات ستات. خلص روح منيتك على حالك، لقيت ما معنا دم. ها ما معي كمان. حلو ما في احلى من هيك. وين ما في بنزين كمان؟ ما لا والله ما راح اجيب السياره، انا راح اجيبها. لما تروح مو سياره، حاول نلاقي سياره. بالعاده هون دائما يكون في سيارات، هون او فوق عند هذا البيت دائما يكون في سياره. شو اللي بيسأل شو هالأضوية شو اسمه؟ هذا الأضوية اللي وراي، هذا الضوء اللي وراي جاي على الشاشة. روح لفوق، روح لفوق على جبل سنايبر. تعال كاب نروح لهون يمكن نلاقي سيارة هون. اركب السيارة، اركب السيارة، اركب السيارة، شير شير سنايبر، اركب السيارة. بدي اسكب ثلاثة مباريات لك سيارة. ديك عالم هون
في عالم هون. عندي عندي. حصلني بين الزاوية ولا شو اسمه؟ حيط. مين كان بده سكوب ثلاثة؟ يوال الحيط يوال. فكرت دروب حجر. دروب ما. انت عم تحلم بدروب معناته. كان عينك على الدروب اللي اخذته هلا راح اموت من ورا عينك. وشو هالمنظار؟ لا لا عليك لك لك سيارة لك سيارة 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 لحية يا أخذ الكفر من البيت شني عليك على السطح وين الثاني اللي عم يلعب فوق سطح هرمان اللي على تحت نوكا مو اللي فوق السطح لا عرب يسار البيت الثاني البيت الثاني اليسار شلته كفو عليك فنش يا الله فنش تفنش ليش تفنش ليش مو برجع له بليش تفنش يعني النوبيه ما بيعرف يلعب بقى ينزل يفنش هذا العالم يا الله التهينا بهدول ما معي كيلات كمان بنزين يوك بنزين يوك صار في موتور قدام ايه ايه علينا هلا صار احلى بكتير شو فيه ليك عتمت ايوه ايوه تعال شير ناخذ هذاك الموتور تعال صار لاج عندي ايه باقي باقي اثنين باقيين باقي اثنين مو واحدين خذ كف تعال 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 وراي تعال لازم نفتر عليهم من يمين يسار طيب افتح السكوب يا ولد
نرجعوا دائرة يا محسن. تعال تعال. ضربت هيد ابو الهيتشو ابو الجروسه. شافوك من الواحد ليكو شافو شافو هلا علو والله في اخضر ما في عنده. تعال نشوف الثانيين لقوا اصحابك. هسه شلنا سكواد كامل. شفت اليوم الكين مسج هسه تبلع منها. هسه تبلع منها. هسه انت شفت اليوم تبع الكين مسج هسه تبلع منها. ليكم عاد اضرب 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 اضرب. سكواد تبعي حبيبي سكواد تبعنا. روح على اليوتيوب اكتب قهرمان كردي اوكي؟ حبيبي. وينهم وينهم؟ ناخذ بثارك وينهم؟ هذا واحد كمبر. هاد نحن شلنا هاد نحن شلنا. وين وين الثاني؟ عبلك بالداخل بالداخل وين وين بالداخل. يم السيارة شباب. قهرمان قهرمان عندي سيارة واحد كمبر. خليني ابي دم بس يمكن شفت حدا. شباب روحوا على اليوتيوب واكتبوا قهرمان كردي اوكي؟ عند السيارة هذا كان مكمبر شلنا عليكم. ابلع اركي اركي شعل لوبي ليكو. يلا على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي كفو على اللوبي. سوري وتكمبر على اللوبي. يلا طبعا شباب هذا الهاند كام طلبتوه مني صورنا لكم اياه. طبعا اللي بيسأل شو هالضوء اللي على الشاشة عم بيتحرك، طبعا هذا الإضاءة اللي وراي فمضوي على الشاشة. مين عم بيتابعني؟ ومين شاف وين ضربت بالشيار؟ أنا شفت. اسكت مع